وقد أكد الدكتور محي الدين عفيفي عميد كلية العلوم الإسلامية وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف خلال اتصال هاتفي معه في نشرة سابقة، أكد على أن مبادرة جلالة الملك المفدى ببناء 30 معهدا أزهريا على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية إنما هي لمسة إنسانية ووفاء تؤكد على عمق العلاقات المصرية البحرينية. زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين للأزهر الشريف تعني تقديرا كبيرا لدور الأزهر الشريف ولعمق العلاقات المصرية البحرينية. يتجلى ذلك من خلال تقدير جلالة الملك للأزهر شيخا وعلماء ومؤسسة، وتقديره للدور الذي يلعبه الأزهر في ترسيخ ثقافة التعايش السلمي وثقافة المواطنة والمحافظة على الأمن وأمان الوطن والمواطن في جميع البلاد العربية وخاصة في مملكة البحرين الشقيقة. توج ذلك من خلال دعم جلالة الملك لعطاء الأزهر العلمي من خلال تبرع جلالته ببناء 30 معهدا أزهريا على مستوى الجمهورية، وهذه في الحقيقة لمسة إنسانية ولمسة وفاء وتؤكد عمق العلاقات المصرية البحرينية وتؤكد على تحضر الشعب البحريني ممثلا في مليكه وشعبه شعب مملكة البحرين ومدى العلاقة الأخوية المتينة المترابطة ودعم الأزهر الشريف لشعب البحرين وملك البحرين وحضارة البحرين. وفي السياق نفسه، رصدت كاميرا مركز الأخبار ردود فعل الشارع المصري بشأن مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء 30 معهدا أزهريا على مستوى محافظات الجمهورية. شكرا جزيلا لملك البحرين، شكرا جزيلا لكل من قدم يد المعونة لمصر في هذه الظروف. لا نجد سوى أن ندعو الله سبحانه وتعالى أنه يجعله في ميزان حسناته وكل من يمد يد المساعدة لهذا البلد العظيم. دي يعني منحة جميلة بتزود عدد الطلبة أو معظمهم يعني اللي هم حضرته أزهري، وهو يعتبر من أحسن التعليم اللي هيغير مفاهيم الدينية اللي موجودة عند بعض الشباب اللي هو بعض الانحرافيات الفكرية، فعسى الله يكون في ميزان حسناته وهو يعني يشكر على هذه المنحه الجميله. خطوه كويسه يعني 30 معهد ازهري يعني هتبقى، انا شايف ان هي خطوه كويسه يعني هتساهم ان مثلا ناس تخش وتتعلم، ويعني هيبقى في فرص جديده يعني لناس كتير لشباب كتير سواء اللي هيتعلم او سواء برضو اللي هيشتغل او هيلاقي فرصه عمل في المعاهد دي. يد المعاهد الديني في مصر بتؤدي لانتشار الدين الازهري وان شاء الله باذن الله خير لمصر ان شاء الله، وبنشكر دوله البحرين وملك